دي. يعني انا برضه بتكلم على فكره ان مشكله ان البني ادم يخش في حياه ناس او الناس او البنات بالذات بتدخل ناس في حياتها ويبتدوا المعارف وبتاع والكلام ده، ويبقى هو مش معروف عنه كل حاجه، وهم يبقوا معروف عنهم عن حشيتهم عن حياتهم عن كل حاجه، ويبتدي يدخل ويهتم ويتقدم ويعيش، وبعدين نوصلوا لمرحله ان هو البني ادم محدش لاقيه، محدش عارفه، محدش. فدخول البني ادم في حياه الناس كده انا بشوفها هي من بدايتها غلط، لان هم اللي بيفتحوا مساحات للناس كده. ما هو داخل عشان يتجوز، يعني هم بيفتحوا. فكره ان انا داخل عشان اتجوز لابد ان انا برضه اكون عارف، اكون عارف عيلته، اكون عارف نظام شغله، اكون عارف يعني حتى ان هو شخص بيتقي الله، بيتقي الله، بيتقي ربنا. فاصبح حتى ان هو هيدخل معانا في عائلتنا في عيشتنا، فهنبقى عارفينه وحافظينه، وليه حد كبير نعرفه نرجعه له. أيوة ما تبقاش العمليه ان هو ما يبقاش هو لوحده كده وادخله. لا ما فيش حاجه اسمها دي، دي 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 تكامل، دي حياه اصلا، مش عمليه ان انت مش داخل تجاره، يعني مش شركه هنعملها ولو فشلت تتفض وكل واحد ياخد راس ماله. هي الجواز مش كده، الجواز اكتر من كده، في عشره، في الفه، في سكن، في رحمه، في موده. هو هي الفكره انا بشوفها بتتجنب ليه يعني. فانا اي واحد ما يعرفش ان هو يتقي الله في الست او البنت اللي هرتبط بيها ما اعتقدش انه يتقدم. وبرضه لازم الاختيار يبقى برضه من الاهل، وبعدين برضه البنات تهدى شويه، يبقى مش فكره ان انا عايز اخلص من البيت وان انا اكون اسره وان انا اعيش حياتي واستقل. ده مش تفكير وخلاص يعني. برضه بيبقى حته الاتزان شويه من الانثى ان هي تشوف هل هو ده ينفع ان انا هعمل معاه بيت، هل هو ده اخلاقه تسمح. يعني الواحد برضه بيشوف مشاكل كثيره في النت، بيبقى قليل الادب، لسانه زفر، بيتكلم كلام ما ينفعش يتقال، ومع ذلك نقول لك طب انا هغيره بعد الجواز. هو مين اللي اتغير؟ يعني ما بشوفش راجل يتغير. راجل بيستخدم الكيف او المكيفات او الكلام ده وندخله في حياتنا، اصل هيبطل. مين اللي يبطل؟ هو ان ما كانش اصلا متربي ومتدين وحيسون الانسانه، ان ما كانش بيسون امه واخته، يبقى مش هيسون زوجته. صحيح. ففي حته في الاختيار شويه بترجع على الاهل. حتى شكرا لحضرتك استاذ كامل. شكرا لحضرتك. هو استاذ كامل شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. هو استاذ كامل برضو طرح حاجه، هو ده، هو الشبح ده مش لازم يبقى له اهل وبيت وعارفين عنوانه. احنا زمان كنا يعني نسال بس طبعا. هم الحقيقه بيبغتوا، وساعات البنات بتفرح بالشاب الحليوه. أيوة. اللذيذ اللي داخل بحاجه شياكه بكده، ده بقى يخلينا نقول انها بتستعجل على نقصها مش اللي ناقصها. يعني هي ناقصها انها يبقى عندها علاقه وتتجوز وتفتح بيت. فالاستعجال ده خلاها نقصت حاجات كتير من شخصيتها، تعرضت لألم فقد، تعرضت لألم رفض، انبهرت بصوره وهي مش عارفه ايه اللي ورا البرواز. الاستعجال زي ما انت قلتي وزي ما الاستاذ كامل قال، انت عندك حق جدا، هو الشبح ده ملوش اهل المفروض نعرفهم. طب هو جه انا فرحت قوي بيه وباهتمامه وباحتوائه، وبقالنا 6 شهور بنتكلم، وجي قال لي عايز اتعرف على ماما وبابا. طب انت مش عايز تعرفي على مامته وبابا؟ انت مش عايز تعرفي مثلا هو خريج ايه، بيشتغل ايه؟ ايوه بيبقوا بيشتغل فين. بس ان هو يقفل كل وسائل التواصل كده ومش عايز يرد عليها ومش عايز، برضو مش هتروح له البيت. لا يمكن. يعني مش هتروح تخبط وانت فين واهلك فين واهلك فين وليه عملت كده. بتبقى تقيله قوي، انت بتبقي سوري في اللفظ ده ملهيه في الوجع اللي انت فيه. بتلفي حوالين نفسك عايز تعرفي انت عملت كده ليه، طب انا عملت ايه، انا قلت ايه. طيب انا يعني قصه من القصص اللي اتحكت لي برضو، انه ودي حد اعرفه يعني كويس، كانت مخطوبه يعني حد جه خطبها بشبكه ببابا وماما واخويا ومرات اخويا جم البيت، واحنا وهم العروسه راحت اتعزمت عندهم وراحت لهم البيت، وقعدت 6 شهور مخطوبه. وبعدين هو قال لها انا طالع اسكندريه ونتكلم وبتاع وكده، وكلميني وانا في الطريق في اسكندريه وكده، فبتكلمه فالموبايل مقفول، فطول الطريق تقول ايه لا هو اسكندريه، هو يمكن الطريق في السجن الوقت. فاكتشفت هو مش طالع اسكندريه، هو طالع امريكا مهاجر. يعني فهي فضلت يعني ايه، هو انت طلعت امريكا ليه؟ لا انا طالعه ادرس. طب انت ما قلتليش ليه انك طلعت؟ طب ما ايه ما تقول لي. فهو وبعدين هي لما كلمت اهله اتخضوا واحرجوا وما فهموش يقولوا ايه. هو ما قالكيش؟ لا ما قاليش. فانا مش فاهمه يعني ليه واحد يعمل كده، وهل دي يعني هو عايز ايه؟ يعني ليه بيعمل في بنته ويكسرها قوي كده ويوجعها قوي كده؟
ليه يا ابني ده انت ابن ناس واهلك كانوا موجودين وكده، ليه؟ ما هي دي الفكره، ليه يعملوا كده؟ في حاجه نفسيه عندهم؟ ايه في حاجه عايزين نفسي ايه؟ يعني. بصي موضوع الخطوبه دوت اللي هو قرر انه يهاجر امريكا، هو كان بيدور على الهجره وعلى السفر، فلما جه بالنسبه له بقى اولويه اهم. ممكن هي تستناني بقى، ممكن ابقى لا، صالحها، او هو ممكن مثلا تمشي. مكسل يواجه هو مش عايز فتبقى اعتراض، خناقه. هو مش عايز اعتراض اصلا. انا حلمي وصلت له وهعمله وهكمله، ومش هينفع تعترضي عليه. ما عنديش وقت ان انا ادخل في نقاش، هعمله هعمله. يقوم ماشي كده واخد في وشي ما فيش وماشي. مشكله عنده، لانه ده شخص هو من الاول بيعمل كل الحاجات دي عشان نفسه مش عشان مشاركه. هو من الاول بيعمل كل الحاجات دي عشان نفسه مش عشان هل المشاركه. بقى الشخص ده لو ظهر تاني ورجع لها تاني، العيب البنت اللي ممكن تسامح كنت في لسه موقف هقول زي لك ده؟ او ما هو رجع خد ده انت على بقك، يعني عارفه بالظبط يعني كده، ازاي رجع؟ يعني حد يعمل حركه زي دي ويتسامح ازاي؟ هقول لك ازاي. هي لسه ما تعافتش ولسه محشوره في حاجه من الخمس حاجات بتوع الالم الفقد او الم الرفض، اللي هم الخمس حاجات المراحل الاساسيه اللي هي الحزن والتسويف وانها مش مصدقه وليه بيتعمل فيا كده. هي ما سامحتش نفسها ولا سامحت الشخص ده ولا تجاوزت الصدمه، فهو رجع لها في مرحله من المراحل دي، فهترجع يا ساتر، وهيرجع تاني. وهيعملها. هيكرر نفس الباترن، لان ده بيبقى باترن متكرر عندهم يا دعاء، اللي بيحولك لشبح او اللي انت قلت بيتعامل لي في حاجه بالجوستنج. علاقه اسمها يويو، في ده اليويو دي بقى اخطر بكتير ان من هو الجوستنج. يسيبها زي كده بالطريقه الجوست ايوه ده، فجاه يختفي وبعدين يرجع، فترجع له هو يبعد اليويو وبعدين يرجع يرجع. يكلمك، فانت ما تبقيش فاهمه في الاول، وبعدين ترجعوا تاني. الاتاشمنت اللي هو بيبعد قوي، يدخل جواكي بعدين يبعد. بعدين عارفه اليويو، انا بزقك بعدين وبعدين قصدك ترجع، اشدك. فهي العيب بقى انها بالظبط بترجع، بالظبط، وبعدين بعد ترجع وبتاع يقوم سايبها يقوم باعد هو تاني. وبعدين يرجع. فانت طول الوقت متلخبطه، وطول الوقت قاعده مستنيه يكلمني، مستنيه يرجع لي، مستنيه افهم في ايه، ايوه فبترجعي بسهوله.